السنوية اللي يقدمها أبناء الشيخ عيفان رحمة الله عليه. أنا في إشعارها في جوائز باسم والدنا رحمة الله عليه، التميز والإبداع في جميع المجالات. الدكتورة رجوى عبد الله كليب الحارثي هي محاضرة في جامعة الطائفة، حصلت على الدكتورة من كندا 2020. والدها الأستاذ عبد الله بن كليب الحارثي وأخوها صايل وابن وعمها عبد الرزاق بن عبد الحبيب مرة. الدكتور الأخ الفاضل العزيز عبد الحميد بن عبد الله الفتح وأخوانه وأهل بيته الجميع. يعني أبناء الطائفة يتشرفون في الأستاذ رويد، لأنه أكثر من نشر قصص الطائف بالشكل الإيجابي. أعطوني وصراحة رشحوني إني أنا أقدم الجائزة لأبي عصام. أبي عصام الله، وأنا أتشرف بتقديم هذه الجائزة لأبو عصام. أنا حقيقة أتشرف وشهادتي مجروحة في أبو عصام، حقيقة أتشرف لي أنا.